مساء الورد والفل والياسمين عليكم مشاهدي بيت للكل، مشاهدينا في أوطاننا العربية. اليوم نتحدث عن شهر آذار المزدحم والمليء بكل ما لا نستطيع أن نحويه من مشاعر ومن مطلق الأنوثة والأمومة، لتعلن الأرض عن نفسها وتكتسي بأجمل ألوانها الربيعية الخضراء، ولتعلن عن أعظم أسرارها، هي الأنثى والربيع والأم وكل ما هو جميل تعلنه الأرض في هذا الشهر. هي التي أرضعتنا الهوية والكينونة، وهي التي تستحق هذا العرفان منا. وهذه الحلقة من بيت للكل لنعلن عن هذا الشهر المزدحم بكل ما هو جميل يا إبراهيم. نعم صحيح ياسمين، المناسبات عظيمة جدا في هذا الشهر، وفي يوم الأرض نقول أن هذا الصمود الفلسطيني هو الأمل المعقود، وموقف الأردن دائما تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، وستبقى فلسطين عربية. أما في معركة الكرامة في 21 من آذار عام 1968، فهي رمز للحرية والاستقلال، وتعتبر أحد أهم المعارك التي جرت على ضفاف نهر الأردن. وأيضا نتحدث عن الأم، كل عام وجميع الأمهات بألف خير، فهي الأم والخالة والعمة والأنثى، وهي التي تقدم دائما وتعطي، فهي كالأرض كما ذكرت ياسمين. الله يا إبراهيم، الله يا ياسمين. أنا كمان هاخدكم إلى الاحتفال اللي كان في مصر وأيضا في مارس، يوم 9 مارس يوم الشهيد، احتفلت القوات المسلحة والشعب المصري تخليدا لأرواح الشهداء. والحقيقة هذا اليوم يذكرنا أيضا باستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض واستشهاد الأبطال. هذا التخليد ليوم الشهيد لكم الدم وكم الكرامة والتضحية اللي دفعها الشهداء من أجل رفعة الوطن. تحيا مصر دايما وتعيش مصر دايما بكل شهدائها اللي دفعوا الثمن غالي، ومحدش أبدا في هذه البلد بينسى شهدائه أبدا. السيد الرئيس الحقيقة يوم 9 مارس وفي احتفالات القوات المسلحة وذلك في الندوة التثقيفية رقم 35، كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زوجة الشهيد رقيب محمد نبيل عبد الله، والذي استشهد في حرب أكتوبر 1973. والحقيقة يعني هذا التكريم كان ضمن الاحتفال أيضا بالأم المثالية، وهي كأم يعني قدمت يعني الغني والنفيس لهذا الوطن. تعالوا نشوف هذا الاحتفال وهذا التكريم، لنعود ونستكمل معكم هذه الحلقة الجميلة الخاصة بكل الإنسانيات الحلوة. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. تكريم الأم المثالية السيدة سهير علي عبد العزيز عبد الله، أرملة الشهيد البطل الرقيب محمد نبيل محمد قطب. كل سنة وانتي أمنا كلنا، كل سنة وانتي معاكي قلبنا، كل سنة وانتي فوق نجمة في السماء، كل سنة وانتي حبيبة ربنا. كل الشكر وكل التقدير والاعتزاز والتحية لأسرة كل شهيد وأسرة كل مصاب. والحقيقة أنا كنت عايزكم تبقوا دايما، أقول إيه، أسمعكم الكلام اللي بيقولوه الأسر، الأهالي، الأب والأم والزوجة، اللي قدموا أبنائهم أو أزواجهم. يعني
كلام عجيب والله، كلام عجيب والله، إن هما بيتكلموا كده ويقولوا الكلام اللي أنا ما كانش ممكن أبدأ كلمتي غير ما أقول طالما في مصر شعب وأسر، وزي ما أنتوا شايفين كلهم أسرنا يعني ناس كلها بصوت زينا، لكن واللي راح سند وظهر وضنى وضنى أبدا، كل كلمة تتقال كلمة طيبة كلمة رائعة، مستعدين ونقدم أكتر، والأب يقول لي وأنا كمان، فمن فضلكم نحييهم. إذا مشاهدينا، الرحمة لكل شهداء وطننا العربي، وخاصة في العراق مررنا لأعوام طويلة ونقدم الشهداء من أجل تحرير الأرض العراقية، وأيضا فلسطين الصامدة لسنوات طوال من أجل تحرير الأرض الفلسطينية التي روت أرض فلسطين بدماء الشهداء، لولا الشهداء لما تواجدنا، وأيضا في الأردن ومصر حينما قاتل الجيش المصري في سيناء لتحرير الأرض المصرية أيضا. فالرحمة لشهداء العراق، ونقول كان لهم خطوة وصوت ومرمى ولغة جمعوها من الأزيز والصفق، وقصص تحكى عند بيوت المنتظرين، كانوا هناك الأفواه والمسامع، القلوب والمدامع، رسائل الحياة من أرض الموت، وشركاء حزن طين مدينتنا، فسطروا ما سيحكي للقادمين صوب مسقط الربيع حين أذن لساعة الصفر. الرحمة لشهداء العراق، ونفتتح هذه الحلقة مشاهدينا الكرام من بيت للكل، ونحن في هذا الشهر لكن لا يمكننا أن ننسى أو نتناسى الشهداء الأبرار الذين نحن اليوم متواجدون بسبب تضحياتهم الكبيرة. سينضم في حلقتنا الأديب والدبلوماسي ناجي الناجي، يتحدث بأدق التفاصيل عن يوم الكرامة ويوم الأرض والمعارك الكبيرة التي خاضها الأخوة في فلسطين من أجل تحرير الأرض العربية. في آذار تدور الأرض دورتها، فيبتعد الصقيع ويقترب الدفء، وينخرط الربيع في كرنفاله الكوني ليعلن الميلاد والبشارة. في آذار تصدح نجمة الصبح في مدار الشمس، وعلى إيقاع البنفسج والبلابل أغنية الخصب والنماء وترنيمة العطاء، والصبايا الحالمات بدفء الشمس وهزيمة نيرون واندحار قيصر عن أسوار القدس وعكا وعسقلان. وفي شهر آذار مرت أمام البنفسج والبندقية خمس بنات سقطن على باب مدرسة ابتدائية، للطباشير فوق الأرض لون العصافير. في شهر آذار قالت لنا الأرض أسرارها، قال درويش الذي يصادف ميلاده في آذار مع تفتح نوار اللوز. يوم الأرض إذن آذاري، حيث يحتشد هذا الآذار بالكثير من المناسبات والمعاني المتدفقة كسيل من الدمع والماء. وفي فلسطين لآذار مذاق آخر، حيث ينبثق الدم الفلسطيني عند أبواب العتمة، فينقلب الحناء في أكف الصبايا إلى كريات من الدم القاني، وتتكور الذكرى في دائرة الوجع وتنكمش السنابل. إنها ذكرى يوم الأرض الخالد. ويوم الكرامة، حيث اختلط دم الفلسطيني بدم شقيقه الأردني دفاعاً عن العروبة وعن الكرامة. في آذار ثمة تماهي ما بين الأرض والكرامة والمرأة والأم والربيع. آذار نوروز وعيد الشجرة والأم والمرأة. إذن مناسبات وذكريات ذات معان عميقة يحتضنها آذار، تشكلها حلقة واحدة في نسيج ملحمة البطولة والصمود، وفصلاً في سفر النضال العربي الفلسطيني الذي لم تكتمل أبعاد حريته لكن فجر الانعتاق قريب.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. وزي ما قال التقرير، هي الأرض الخصبة التي لا تبور مهما مزقتها النوائب، هي الامتداد من الجذر إلى الفرع، وضيفنا كذلك استطاع حياكة الألم الفلسطيني بروعة ودقة وبساطة الألم الذي يعيشه الفلسطينيون من الوطن إلى التيه إلى المنفى والغربة. ضيفنا الدبلوماسي وروائي ناجي الناجي، نرحب فيك من جديد. أهلا وسهلا فيك ناجي، وحابين تعلق لنا أول إشي على التقرير اللي اختصر آذار. أهلا وسهلا فيك. والحقيقة يعني لابد أن أبدأ بتحية هذا التقرير، وأن أشكر هذه المقدمة الجميلة، وأن أشكر هذا البرنامج الذي يعني يعطي الأمل كما آذار. هذا البرنامج الذي يعني يؤسس لنواة عربية إعلامية حقيقية. اليوم نتحدث عن آذار، هذا الشهر الذي مزروع حقيقة في عقل كل فلسطيني وعربي بالأمل، بالمناسبات العديدة التي ربما بعد هذه السنوات الطويلة، بعد 74 عام من النكبة، بعد 55 عام من حزيران، بعد 54 عام من معركة الكرامة، بعد 53 عام من استشهاد الفريق البطل عبد المنعم رياض، نستذكر اليوم في آذار، نستذكر هذه البطولات كلها. لذلك هو شهر يستجلب لنا كل ما هو جميل، وليبني لنا الأمل، ولنكون يعني قادرين ونستطيع البناء لما هو أجل. اليوم لما بنحكي عن الفلسطيني المغترب الذي أبعد عن أرضه كرهاً، والذي لازال مسكون بكل التفاصيل التي يعيشها الفلسطيني يعني الذي يعيش في أرضه وعلى وطنه وفي مدينته، ويعاني أيضا من الاغتراب لكنه يعني يعيشه بصورة أخرى، كيف استطاع الفلسطيني في الغربة أن يعيش كل هذه التفاصيل؟ أعتقد أن هذا سؤال مهم، أن هذه الأجيال التي ولدت بعد النكبة، لماذا تمت فلسطين هي بوصلتها الأولى؟ وربما ما تعرض له الفلسطيني من هذه المظلمة التاريخية الكبيرة هو سبب رئيسي كان في التشبث بهذه الأرض. هناك أيضا توريث من جيل إلى جيل بالحكاية، الرواية الفلسطينية ورثت من الجيل الذي عانى من النكبة إلى الأجيال التالية. نحن اليوم نتحدث عن الجيل الثالث والرابع من أجيال النكبة، وبالرغم من ذلك تم تغب فلسطين عنهم يوما، لا في الوطن ولا في الشتات. وربما من المهم أيضا أن نشير أن ليست المعاناة وحدها هي التي تجعل فلسطين حاضرة في أذهان ووجدان الفلسطينيين، وإنما هو قضية العدالة القضية الفلسطينية، وقضية محاولة استرداد الحقوق هي البوصلة التي ينظر إليها الفلسطيني في الوطن وفي الشتات. نعم، يعني عندما نتحدث عن يوم الأرض، هذا اليوم الذي يعد ذكرى لتجسيد وتخليد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضهم ووطنهم، كيف يحيي الشعب الفلسطيني هذا اليوم، وأيضا هو تخليد لشهداء يوم الأرض أيضا؟ نعم بالضبط، هي يعني هو تأصيل هذا اليوم هو فكرة التشبث بالحق الفلسطيني. عندما قررت سلطات الاحتلال بين ليلة وضحاها أن تصادر 21 ألف دونم في عرابة وسخنين ودير حنة والعديد من الأماكن الأخرى في المثلث والجليل، انتفض الفلسطينيون دفاعا عن أرضهم. لذلك عندما نقول أن رمزية هذا اليوم والاحتفاء به عاما بعد عام، لا شك أنه أيضا يحمل معاني كثيرة، ليست لاستذكار ما كان في عام 76 فقط، وإنما لاستذكار ما نمر به حتى اليوم. الفلسطيني حتى هذه اللحظة يذود عن بلاده بذات الطريقة التي ذاد عنها الفلسطيني في 76، عندما وقف الشاعر الكبير والقائد الكبير توفيق زياد وقال: أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، وقفت بوجه ظلام يتيماً عارياً حافي. ذات الفكرة حتى هذه اللحظة مستمرة في الصمود على الأرض، في استذكار أن ما جرى لم يكن إلا بطشاً وعدواناً. لذلك التذكير بهذا اليوم هو تذكير بما يجب أن يحدث وليس ما حدث. نعم أكيد. أنا بدوري عايزة برضو حضرتك ما بين ككاتب وروائي، والروائي دائما يكون له علاقة بالمجتمع والناس في كل مكان، وبين الدبلوماسية يعني حيث تكون السياسة. سؤالي هنا، يعني نحن نعيش في زمن مختلف، والوسائل التقنية الحديثة والتكنولوجيا الحديثة أخذت أجيالا وأجيال في طريقها، هل
ترى بأن الجيل الجديد أثرت عليه هذه التكنولوجيا والتقنية الحديثة أبعدته قليلاً عن تاريخ النضال العربي؟ يعني ربما أقول رأياً مغايراً قليلاً في هذا الموضوع، وأنا كنت من الناس اللي عندهم نفس القلق من هذا الموضوع اللي حضرتك أشرت إليه، ولكن أعتقد أن في تاريخ فارق اسمه أحداث الشيخ جراح. ما جرى في الشيخ جراح أوضح لنا أن ثمة جيل كامل موجود في كل العواصم العربية، لا تزال فلسطين بالنسبة له هو قضية العدالة الأولى. وربما فوجئنا بأن المعدل العمري للناس الذين انتفضوا من أجل الدفاع عن حق الفلسطيني في الشيخ جراح ومن ثم في الحرب والعدوان على قطاع غزة، هم شباب السوشيال ميديا أو السن ده. بالضبط، هم الشباب نفسهم الذين كنا نظن أنهم قد نسوا قضاياهم القومية كلها مش بس قضية فلسطين. ولكن الحقيقة عندما ذهبنا إلى المحك الرئيسي كان أول من هدف لفلسطين هم هؤلاء الأجيال. لذلك أعتقد أن كل هذه وسائل التواصل والوسائل التكنولوجية هي منابر موجودة ومفتوحة، وربما يعني التعاطي الإيجابي معها أفضل كثيراً من قولبتها ضمن إطار ما أو ضمن التعامل معها بأنها ليست رديفاً أو نصيراً، وإنما لابد أن نستفيد من وجود هذه المنبر. هناك قناة مفتوحة ما بيننا وبين جيل ربما لم تسعفه الظروف كثيراً، لذلك لابد من استفادة من هذه المنابر. ولكن أقول لك أنني مطمئن كثيراً. أستاذ ناجي، دائماً نتحدث مثل ما ذكرت شارتي، ذكرت الكاتب والرواي، دائماً إسقاطات الكاتب والرواي مختلفة عن باقي الناس، وتقرأ ما بين السطور، ودائماً نقول بأن النصوص ميتة يحييها القارئ. هناك معركة الكرامة عام 68، كيف ينظر الروائي والكاتب ناجي الناجي لهذه المعركة؟ ما أهم تفصيلاتها؟ ما هو أهم الحديث الذي يجب الآخر بأن يسمع هذه المعركة؟ يعني ربما أهم ما جاء من حكمة أو من خلاصة في معركة الكرامة هي الأجواء التي جرت بها هذه المعركة. كانت هناك أجواء حزيران تخيم على المنطقة، كانت حرب الاستنزاف على أشدها، ولكن كان أيضا هناك يعني زهو ما من قبل الاحتلال بما جرى في عام 67. لذلك كان الصمود الأسطوري الأردني الفلسطيني في معركة الكرامة كان إعادة إحياء لفكرة أن الأمر لم ينتهي بعد، وأن المعركة لم تنتهي بعد، وربما حتى صدفة أن تسمى معركة الكرامة نسبة إلى بلدة الكرامة كانت هي حقيقة كذلك، عندما كان الفلسطيني والأردني يدا بيد في مواجهة هذا البطش المطلق الذي كان وقت ذاك، والذي يعني ظن بين ليلة وضحاها أنه يستطيع أن ينهي ما تبقى من آمال عربية. الصمود الأسطوري الذي كان موجود، الروح القتالية العالية التي تحلى بها الفلسطيني والأردني في معركة الكرامة، الذود عن الحدود الأردنية من الجيش الأردني. الحقيقة أن الدفاع كان عن فكرة ولم يكن على الأرض فقط، كان عن فكرة أن العربي قادر على البقاء وعلى الصمود، وأنه قادر أيضا على النهوض رغما مما حدث من قبل. نعم، يعني هذه المعركة لها أهمية كبرى وأيضا رمزية عظيمة في قلب كل أردني وكل عربي وكل مسلم. يعني وبالإضافة أن الأردن كان شامخا عصيا دائما بوجه الاحتلال، ولا يزال وسيظل هكذا إلى الأبد. لم تغب شمس 21 من آذار عام 1968 إلا وهي تبشر بالنصر وتزف الشهداء إلى السماء، وبين الخندق والخندق حكايات صبر وثبات. نتابع هذا التقرير معا ونعود لنكمل مشوارنا من بيت الكل. هنا الحب وحكايات المحبين التي خطتها قطرات الدم الزكي التي رسمت حدود الوطن. هنا تغيب الشمس خجلا ويطلع القمر وفاء، فأنفاس الشهداء ما زالت تزين الأرجاء. هنا الكرامة. أيها الرجال في أرض المعركة،
في مواقع الشرف والكرامة والفداء والتضحية إعجاب أمتكم واعتزازها وإيمانها بكم بعزماتكم بأكفكم الضاغط على الزناد بقلوبكم الجريئة التي لا تهتز ولا تهلع ولا تخاف الموت. وكانت الأسود تربض في الجلبات على أكتاف السفوح وفوق القمم، في يدها القليل من السلاح والكثير من العزم، وفي قلوبها العميق من الإيمان بالله والوطن. وتفجر زئير الأسود في وجه المد الأسود، الله أكبر. وكتب الأردن بالحراب والبندقية القصة الكبيرة، كتبها الشهداء بدمائهم ومهرها الرجال بعزيمتهم، ونسجوا ثوب اعتزاز لكل عربي، ورسموا لوحة انتصار، وصاغوا بالبارود والمدفع والدبابة حكاية جيش وشعب وقائد. فالمجد لشهدائه الأبرار، والشكر كل الشكر لمحاربيه القدامى الذين قبضوا على أسلحتهم ونزيف جراحهم بقوة، وجعلوا منها وساماً يزين صدورهم. والفخر كل الفخر لقيادتنا الهاشمية التي قدمت لنا جيشاً بهذا المستوى نفاخر به الدنا. وفي هذا اليوم، يوم الكرامة، نسجي أسمى آيات التهنئة للوطن العزيز ولجلالة القائد الأعلى وللقوات المسلحة، وكل عام والجميع بألف خير. يعني سفوح الجبال والوديان وحتى الرمال في الوطن العربي أسقيت بما يكفي من الدم لنعيش بكرامة ولتتفتح شقائق النعمان الحمراء. مستمرين في هذا الحوار مع ضيفنا الأستاذ ناجي الناجي. أنا بدي أكمل، لكن بدي أذكر نص من روايتك سماء وسبعة بحور. لست عائدا بل لاجئ، أتساءل لما لم أستطع أن أكون غرسا جديدا في تربة أخرى يتنفس جذري ماءها وتستزيد أوراقي بضيها. أترى تتنفس النطفة زعترا أم أن أفئدة اللاجئين تأخذ تكوين الخرائط المنقوشة على حوائط الأزقة وجدران البيوت وأوشام العاشقين قبل ميلادهم؟ يعني بجوز هذا النص باختصر كل فلسطيني في كل مكان، أينما رحل وأينما ذهب وحيثما عاش، يحمل فلسطين بتفاصيلها، واللاجئ الفلسطيني يعيش هذه التفاصيل وكأنها ترف، وكأنها جزء أصيل من رواية يحاول كل يوم أن يكتبها ويورثها وتبقى عالقة فيه. أنت في سماء وسبعة بحور كرست كل هذه القضية من خلال الأبطال، من خلال زياد، من خلال يحيى، وأيضاً من خلال الروائي، ومن خلال أيضاً القارئ الذي عاش هذه التجربة. حدثنا أكثر عنها. يعني الحقيقة هي العلاقة بين فلسفة المأمول والحقيقي، بين فلسفة المتمنى والفعلي. هي الفكرة أن كما تفضلتي، بالنسبة للاجئ هناك رمزية كبيرة للزعتر، وهناك رمزية للثوب الفلسطيني، هناك رمزية للعديد من العناصر التي يأخذها اللاجئ باعتبارها جزء من الهوية الفلسطينية أو الهوية الوطنية. عندما ذهبت إلى فلسطين
كان لم يكن يسيرا حقيقة أن أجد أن تلك الخرائط التي نعلقها على صدورنا وفي بيوتنا هي حقيقة واقعة، أن أرى أن هذا الثوب الفلسطيني الذي لطالما كان موجودا في المنازل والمناسبات هو زي السيدة الفلسطينية التي تسير في هذا الشارع، لم يكن يسيرا علي. كل رمزية محمود درويش أن أراها شعرا في أفواه العشاق، لم يكن يسيرا على الإطلاق أن ترى ما هو رمزي حقيقي. أعتقد أن فلسفة الأمر نفسه لم تكن فلسفة يسيرة على من هم مثلي من اللاجئين الذين كبروا على اسم فلسطين، الذين منذ أن ولدنا ونحن في مهد بألوان بيرق هذه البلاد، وبين فينة وأخرى أجد نفسي أن الحلم ليس حلما وإنما حقيقة، وأنني أستطيع أن أكون في بلادي التي حرمت من التواجد بها منذ أن ولدت وحتى بلغت الثلاثينات من عمري وقت ذاك وقت الزيارة. وبالتالي هي الحقيقة لم تكن على الإطلاق أمر هين أن أمر بهذه التجربة، وكان لابد من توثيقها. ودعيني أقول لك أنني قبل هذه الزيارة كنت على وشك أن أنشر رواية قبل رواية سماء سبعة بحور، ولكني أوقفتها لأن وجدت أن هناك فرق كبير بين فلسطين المتخيلة وفلسطين الحقيقية. وحتى الفكرة انتصرت في هذه الرواية للواقع لا للمأمول. عادة يكون الخيال أكثر حلما وأكثر براءة وأكثر رومانسية، ولكن في فلسطين كان أمر مختلفا تماما، كان الواقع نعم أشد زهدا وأشد طيبة وأشد واقعية مما تخيلت. على فكرة هذا كان كلام شافكي كمان في زيارتها الأولى لفلسطين، وهذا يعني أنا يمكن بستمع لأستاذ ناجي زي ما ياسمين قالت، يعني حضرتك فلسطيني وأنا مصرية، ولكن أنا مصرية أيضا تربيت في المدارس المصرية على حب فلسطين والقضية الفلسطينية، وتربيت على فكرة أنه أعود في نهاية اليوم إلى أهلي وأطلب من والدي أو أبي أن يساعدني في موضوع من الإنشاء عن القضية الفلسطينية. ويمكن يعني والدي من الناس اللي يعني تأثروا وزاروا فلسطين، زاروا غزة في فترة من الفترات، فحكى كتير، فكان الحكي ده دائما مترجم إلى موضوعات من التعبير. هذه الأرض وأنا مصرية يعني حلمت أنا بيها وأنا طفلة صغيرة بكتب وشفتها حقيقة، وطول الوقت بقى بكتشف فيها أشياء لا أعرف عنها كثيرا يعني. فأنا يعني أعتقد أني متفهمة جدا الوضع اللي أنت فيه ووضع صعب، يعني أنت محتاج حد يكتب عنك رواية أصلا عن رحلتك دي. ففلسطين بس هو كتبها وكانت بديعة مختلفة تماما يعني. هو حتى رواية يعني أكيد راح يقرأوها، هو كتبها وكانت بديعة، هي عبرت عن يعني كل فلسطيني في كل مكان عن الإحساس اللي إحنا منعيشه جوا فلسطين وخارجها. بس عارفة أنا أقصد إيه ياسمين؟ هو محتاج حد يكتب عن فلسطيني عادة إلى فلسطين وهو فلسطيني بعد 30 عام يعني. الفكرة بقى نفسها يعني. صحيح. إذن أستاذ ناجي، اليوم الحديث اللي تحدثون بياسمين وشافكي حقيقة يلامس شغاف القلب، وجع، حسرة، ألم، تربينا على ذاكرة طفولة تعني القضية الفلسطينية، قضية العرب الكبرى في تحرير الأرض الفلسطينية وأخذ المصير الحقيقي للشعب الفلسطيني. اليوم إن كان شاعر، إن كان كاتب، إن كان إعلامي، إن كان مطرب، يحمل هموم وشعب بالكامل، شعب بالكامل يتقوى بالكاتب وصاحب القلم. اليوم أنت تواجه مشكلة كبيرة بأن تتمنى أو يتمنى الشعب الفلسطيني بأن الكاتب ناجي الناجي يكون سفيرهم بالقلم وبالكلمة. كيف تواجه هذا الواقع وأنت اليوم تحمل القلم والورق؟ أنا أشكرك على هذا السؤال أستاذ أحمد. الحقيقة المواجهة الثقافية هي قد تكون هي الأطول أمداً والأكثر استراتيجية، لأننا نواجه محتلاً بلا ذاكرة بلا تاريخ عملياً، فهو يحاول السطو على ما لدينا من تاريخ ومن تراث ومن هوية. هذا يواجه بالعديد من التشبث والذود عن الهوية الوطنية الفلسطينية بكافة السبل. أقول لك أنه منذ فترة قصيرة على سبيل المثال تم اعتماد التطريز الفلسطيني في اليونسكو،
في لائحة التراث غير المادي. وقبل ذلك بالمناسبة كان هناك العديد من النجاحات العربية في هذا طبعاً. الإطار. العراق على سبيل المثال سجلت الناعور، مصر سجلت التحطيب وسجلت الخط العربي في الآونة الأخيرة، الأردن أيضا سجلت وهي عضو مجلس تنفيذي في اليونسكو وسجلت السلط ضمن لائحة التراث العالمي. صحيح. وبالتالي هناك العديد من النجاحات التي يعني يحققها العرب في اليونسكو. هذا ليس ترفا، لأن على سبيل المثال منذ فترة حاول الاحتلال إقامة حفل ملكات الجمال يرتدين الزي التراثي الفلسطيني باعتباره يعني ملكا لهم. وهو بالفعل هو ما عندوش تاريخ، وبالتالي هو لا يملك سوى السطو على عن هذا التاريخ. لذلك هذه المهمة وهي مهمة المثقف العربي والفلسطيني بالذود عن هويته بكافة السبل هو الأهم. هناك وسائل مهمة للغاية يحاولون السيطرة عليها، أهم السينما بالطبع لأنها الأكثر قربا من المشاهد ومن رجل الشاعر ومن الجيل الجديد، ويحاولون السيطرة على المنصات. وهناك محاولة بكل ما أوتوا من سبل من أجل تزييف الرواية الوطنية الفلسطينية، تزييف ما حدث. وأعتقد أن هذا بحاجة إلى استراتيجية ثقافية واضحة وجلية الوضوح من أجل التصدي لهذه المحاولات الموجودة. هذا كيف ممكن أن نحققه؟ بالعمل الثقافي العربي المشترك. لابد من ترسيخ رواية ثقافية واحدة، لابد من الحفاظ على الهوية الفلسطينية، على الهوية القومية العربية أيضا. يعني دعني أقول لك أن على سبيل المثال رواية العظيم غسان كنفاني عائد إلى حيفا ترجمت في بعض الدول الأوروبية باعتبار أن القصة بالعكس، أن الفلسطيني هو من أخذ الطفل الصغير ورباه وما إلى ذلك. وبالتالي هناك محاولات تزييف للوعي بكافة السبل الموجودة. نحن علينا دور كبير ليس يعني كمثقفين وفلسطينيين وعرب من أجل التصدي لهذه الرواية بكل ما أتينا. أقول لك أن أحد أهم وسائل أيضا التصدي هو تقديم منتج إبداعي حقيقي، أي الرواية وحدها يعني عدالة الرواية وحدها لا تصنع رواية تستطيع سبر أغوار هذا المجتمع. لابد أن تكون المنتج السينمائي لابد أن يكون إبداعيا أولا، الرواية لابد أن تكون رواية حقيقية متماسكة أولا، القصة قصيرة كذلك، المسرح، الأغنية، الموسيقى، كل مفردات الثقافة لابد أن تكون مقام الأول إبداعي، ومن ثم نتحدث عن كيفية ترويج هذه الرواية. لأن المنابر لا تحتمل أنصاف المواهب ولا تحتمل أنصاف الإبداع. لابد أن نروي روايتنا بالطريقة القادرة على المنافسة كما يفعل صناع الأفلام الفلسطينيين على سبيل المثال في الآونة الأخيرة. وبالتالي هذه مهمة شديدة الصعوبة. هذا لا ينفصل عن العديد من الحقائق الموجودة في الشارع العربي التي الحقيقة نحاول قدر المستطاع يعني أن نتجاوزها. يعني تعرف أستاذ شافكي إحنا يعني على سبيل المثال كل 80 مواطن عربي يقرؤون كتابا في العام، المواطن الأوروبي الواحد يقرأ 35 كتاب في العام. عزوف عن القراءة. فالحقيقة العزوف عن القراءة. وهناك يعني أيضا بعض يعني تقارير مهمة نشرتها اليونسكو في تقرير التنمية البشرية، قال أنه متوسط قراءة المواطن العربي هو 6 دقائق سنويا مقابل 200 ساعة للمواطن الأوروبي على سبيل المثال. بس أنا هقول لك ليه. يعني ما أنت المواطن الأوروبي يعني هو من أقام الاستعمار في الدول العربية طبعا، واحتل الدول العربية لفترات طويلة، والآن هو مستقر. فأصبحت أجياله الحديثة تقرأ. صح. وأنت ما زلت تبني وتعمر نتيجة للاستعمار الذي قام به. يعني بالضبط السبب صحيح، لكن هي النتيجة لابد أن تقاوم. يعني لابد أن نواجه هذا بكل السبل. وهذا أيضا يعيدنا للسؤال اللي حضرتك كنت طرحتيه حول وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه الآن هناك منابر جديدة موجودة. صحيح. ربما ليس الكتاب الورقي فقط هو وسيلة التواصل مع هذه الأجيال، وبناء عليه نستطيع خلق والاستفادة من هذه المنابر بتكريس الرواية العربية وتكريس الرواية الوطنية. السينما الفلسطينية تصل إلى كان ولا أوسكارز طبعا، لكن السينما لغة الصورة. حتى هناك حرب إعلامية يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية الفلسطينية، ويعني شهدناها جميعا خلال الفترات السابقة. أصبح من يعطي رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممكن أن يحضر عبر مواقع، وهذه حرب بحد ذاتها. هذا يعني الموضوع أكيد شائك وأكيد رح نتحدث عنه باستفاضة، لأنه هو محور في هذا الجيل الذي يحارب بالكلمة وفي المعنى وفي الوجود وفي كل شيء ومن
من أي منصة مع ضيفنا الكريم مشاهدينا. لكن بعد هذا الفاصل القصير لنتابع هذا الحوار عن آذار الجميل بكل مكنوناته وأيامه ويوم الأرض الذي لا تتسع له ولا يتسع له يوم واحد، بل كل التقاويم هي ملك للأرض. نعود بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من جديد في حديثنا عن آذار الجميل وعن الوطن وعن الأرض مع الدبلوماسي والروائي والذي لقب بأديب المنافي أيضا، الأستاذ ناجي الناجي. أهلا وسهلا فيك من جديد. هذا الحوار الممتد والساحر كما قلنا عن شهر آذار الذي يستحق بالفعل. قال درويش: وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل. رحل درويش الذي راهن العابرون المؤقتون على الأرض والذين أثقلوا كاهلها أن بموت درويش تنتهي الحكاية والرواية، لكنه امتد إلى اليوم. أحببنا درويش أكثر وعشقناه وسكننا فيه كما نسكن في الخيام. كيف يعني، وخاصة أن درويش ولد في آذار، لخص لنا دور درويش في الرواية الفلسطينية، وأنت من عشاق درويش ومن المنحازون بشكل كامل لدرويش. ربما درويش هو الذي سيرد ليس أنا، عندما قال: أنا الأرض والأرض أنت خديجة، لا تغلق الباب، لا تذهبي في الغياب، سنطردهم من إناء الزهور وحبل الغسيل، سنطردهم من حجارة هذا الطريق الطويل، سنطردهم من هواء الجليل. هو درويش الذي يرد على الأرض، هذا الشاعر العظيم الذي ربما كان من قرارات الهامة للغاية هو أن يكون يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية هو يوم مولد محمود درويش وليس يوم وفاته، وفي هذا ربما رمزية كبيرة لاختيار الميلاد ليكون هو يوم الثقافة، وكأنما هي دعوة حقيقية لأن تكون هذه المناسبة هي إطلاق لمئات الأصوات الفلسطينية شعراً وسرداً من أجل حمل الرواية الفلسطينية وحمل الرواية العربية أيضاً، والذهاب بها شرقاً وغرباً لننادي بصوت واحد أن لهذه القضية أصوات كثيرة من الأحرار ومن الأنصار المتضامنين مع القضية الفلسطينية، المؤمنين بالعدالة الإنسانية، لأنه لا يشترط أن تكون فلسطينياً لأن تكون مناصراً لفلسطين. أي شخص أعتقد في هذا على هذه البسيطة يؤمن بالعدالة الإنسانية لابد أن يكون مناصراً للقضية الفلسطينية بالمقام الأول. وبالتالي في يوم الأرض وفي آذار الأمل في ذكرى ميلاد درويش نجدد هذا الأمل مجدداً، نراه في ألوان مئات الفنانين الصغار الذين حتى هذه اللحظة وبالرغم من قتامة الاحتلال إلى أنهم يرسمون الوطن بألوانهم، يرسمون فلسطين وبيرقها كما لابد دوماً أن يكون ويحملونه قنديلاً نعم في كل مكان. إذن هي قصة كفاح الشعب الفلسطيني وأيضاً كفاح الشعب العربي بالمجمل. كيف ترى هذه القصة وكيف ترى كفاح الشعب الفلسطيني في ظل المتغيرات الجديدة التي تطرق على الوطن العربي وحتى على فلسطين؟ أقول أن الوضع الإقليمي لا شك أنه يؤثر إلى حد كبير، الوضع الدولي لابد لا شك أيضاً أنه يؤثر إلى حد كبير على أولويات السياسة الدولية، ولكن بالرغم من ذلك أن طالما هناك تشبث بالحقوق فستبقى القضية الفلسطينية حاضرة، طالما أن هذه الحاضنة العربية أيضا موجودة إلى جانب القضية الفلسطينية لا شك أنها ستبقى حاضرة. أيضا نقول أن حتى استقرار الأشقاء العرب دائما هو مرتبط بشكل وثيق بالقضية الفلسطينية، وهذا موقف أعلنه العرب في كافة المحافل حتى هذه اللحظة هو ما يعلن دائما. والحقيقة أنه هذه الحاضنة هي التي يعني تشجع الفلسطيني على أن يبقى بهذا الصمود الأسطوري حقيقة، لأن ما يمر به المواطن الفلسطيني في فلسطين هو من أصعب ما يمكن، وحتى إن تحدثنا وأن ربطنا بين ما هو حياتي ويومي في الأرض الفلسطينية وبين هذا الوضع السياسي الإقليمي والدولي العصيب الذي يمر، فلا شك أن بقاء فلسطين على الخارطة بهذه القوة، بقاء فلسطين حاضرة في كافة الفعاليات الموجودة في المنابر الدولية أيضا، سببه الرئيسي هو هذا المواطن الصامد، هذه المواطنة الصامدة حتى هذه اللحظة. طيب أنا حأخذ من كلام حضرتك المواطن الصامد
اللي انا كمان شفته في رحلتي، يعني لما التقينا في فلسطين ما بين المدن الفلسطينيه، شفت المواطن المتعلم، المواطن يعني الشجاع الذي لا يخاف ابدا. وخليني اعمل كده مقارنه، يعني اعتقد احنا بحاجه لتوثيق يوم المواطن الفلسطيني داخل فلسطين. اعتقد بانه احنا في هذه الألفية ومنتصفها الاخير يعني محتاجين ان احنا نشوف ده، نوثقه ونشوفه، ونشوف حكايات ربما حتى العالم العربي لا يعرفها عن المواطن الفلسطيني داخل فلسطين، يعني صحيح. وداخل فلسطين التي تعيش. نعم. يعني فلسطين التي تتعلم، التي تأكل، يذهبوا إلى المدارس، يحيون أفراح، يواجهون كل يوم تحدي. يعني يمكن شافكي مواقع التواصل الاجتماعي وأنا يعني أصر على تناول هذا الموضوع وتحديث عنه في الأحداث الأخيرة، خصوصا في الشيخ جراح. كان هناك وقوف من كل الأشقاء العرب بهذا الموضوع وتم نشره حتى وصل إلى الغرب، وأصبح حتى تعليقات الغرب على هذا الموضوع طبعا. وما زال حتى اليوم هناك العديد من الصفحات التي تتناول الحياة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون. طبعا يعني الفلسطينيون يعيشون حياة، يعني كل يوم بيتعلموا وبيأكلوا وبيشربوا وبينجحوا وبيشتغلوا، وواقفين صامدين أمام عدو بيحيط أقل من متر حوالين. هذه النقطة المتعلقة بالأنسنة، ففلسطين ليست فقط ما ترد في نشرات الأنباء، وهذه نقطة مهمة للغاية. وربما أنا أتفق معك أنه في دور كبير على الدراما وعلى السينما في نقل الحياة اليومية للفلسطيني وطبيعة مشاكله الإنسانية التي قد يتعرض لها أي إنسان في أي مدينة. ولكن المتغير الجديد في القضية الفلسطينية، وهو يعني الجديد بمعنى الطارئ على حياة الفلسطيني منذ النكبة وحتى اليوم، هو محتل. وجود احتلال. هذا الاحتلال هو ما يطفي العديد من العوائق والمعيقات الزائدة الموجودة. أما ما تفضل به الأستاذ إبراهيم حول وسائل التواصل الاجتماعي وما تنقله من حياة يومية، هي صحافة المواطن عمليا. يعني ربما في السنوات العشر الأخيرات وجدنا أن لها دور كبير في نقل الحياة الطبيعية والخبر الطبيعي. أعتقد مثلا وجود ياسمين في برنامج تلفزيوني، هي تأتي من فلسطين وتعود إلى فلسطين. نعم. ده برضو يعني جزء من يعني إن التلفزيون الفلسطيني مشارك، هو التلفزيون اتهد كذا مرة وقام وتهد وقام وتهد وقام، فهي جزء من الحياة الطبيعية التي نتحدث عنها. التلفزيون الفلسطيني قدم شهداء أيضا، يعني تخيل أنه حتى العمل التلفزيوني والعمل ومن أجل أن تكون الصورة بهذا الشكل الذي نراه في تلفزيون فلسطين، هذه الهيئة قدمت شهداء من أجل أن تنقل الحقيقة كاملة، ومن أجل أن تنقل أيضا حياة الفلسطيني بشكل كامل وبشكل حقيقي وبشكل صادق. أستاذ، اليوم نتحدث من خلال حديث زملائي، إذا يتحدثون عن القضايا الثقافية المهمة في شافكي، ذكرت توثيق الأعمال المهمة مثل ما توثقت في مصر وممكن توثقت في الأردن وتوثقت في العراق في مواجهة الإرهاب، كان داعش وكذا، وثقنا سلسلة ومرحلة للتاريخ ممكن الأجيال اللي بعدنا تقراها وتعرف شنو حدث بهذا البلد. أحسك بأن أنت قلق على القادم بخصوص عولمة الأشياء وأخذ الثقافة العربية بصورة عامة. هناك هواجس في داخلك، ممكن مجساتك تختلف عن مجسات الآخر في قراءة المستقبل. يعني ربما موضوع قلق هو موضوع نسبي لحد كبير، لكن أنا متحفز دائما ربما، لأنه هناك محاولة دائما نراها يوميا في كافة التفاصيل المتعلقة بالآداب وبالفنون وبالعمل الثقافي وبالعمل السينمائي والفنون البصرية تقريبا كلها. هناك محاولة تغيير الرواية، هذا يعني هذا خطر نستشعره يوميا. وكما قلت لك انه يعني عندما يكون هناك أدوات إبداعية جيدة ولكن هي تنقل رواية غير صحيحة، هنا الخطر. لان لدينا أجيال ربما نحن بحاجة إلى التذكرة الدائمة بحقيقة الرواية الفلسطينية كما يجب أن تكون، وحقيقة الرواية العربية، لأن ما يتم تشويهه ليس الرواية الفلسطينية فحسب، وإنما الرواية العربية، السردية العربية، الحكاية الأم منذ أن ولدنا ونشأنا وترعرعنا في هذا الوطن العربي من المحيط إلى الخليج وحتى هذه اللحظة. وبالتالي هناك محاولة أيضا إعادة ترتيب الأولويات،
إعادة يعني تفضلت قلت أن هناك عولمة الثقافة. نعم ربما هذا مصطلح حقيقي للغاية. هناك محاولة تذويب الأولويات، هناك محاولة إعادة ترتيب والتداخل ما بين الأولويات الموجودة. لذلك أعتقد أن لابد من وجود يعني عين يقظة طوال الوقت لمراقبة ما يتم بثه في بيوتنا من خلال التلفزيون ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ولابد أيضا من أن تكون هناك دائما رواية مقابلة إبداعية جاهزة لأن تكون مقابلة وتكون قادرة على إزاحة هذا النص المشوه وتكريس وترسيخ الرواية. أستاذ ناجي تحدثت عن قضية جدا مهمة، نتحدث عن سرقة تراث وتاريخ وثقافة بلد بالكامل. يمكن المشاهد يقول شلون ممكن قوات الاحتلال تسرق تاريخ وتراث وثقافة بلد بالكامل وتمحو الأشياء وتغير مفاهيمها؟ أي هي الطرق التي يتم سرقة بها التاريخ؟ يعني عندما تختار شركة طيران الاحتلال مثلا أن يكون زي مضيفاتها هو التراث الفلسطيني، الزي الذي ترتديه جدتي وأم جدتي وأم أم جدتي منذ القدم حتى هذه اللحظة، هذا محاولة سطو على التراث. عندما تقام مسابقة لملكات الجمال على سبيل المثال بين مزدوجين بالطبع ومحاولة تصوير وأن هذا هو التراث الذي للمحتل، هذه محاولة سطو. عندما يقال أن حتى مأكلنا ومشربنا وعاداتنا وتقاليدنا هي مستوحاة كلها من هذا الاحتلال، هي محاولات السطو. هي الفكرة في لأن هذا محتل بلا تاريخ عمليا، هو شيء فسيفسائي وجد وبالتالي لا تاريخ له وبالتالي لا تراث ولا هوية واضحة له. لذلك عندما يعني أنا وحضراتكم والمشاهدين في هذا الوقت يعلمون أن هذا كله زيف، ولكن هو الرهان على جيل وجيل وجيل قادم لاحقا. هل سنستطيع نحن الحفاظ على الذاكرة؟ هل بعد جيلين أو ثلاث أجيال سيأتي طفل ويقول لقد قيل أن هذا التراث كان يرتدى من قبل طيران الاحتلال على سبيل المثال؟ لذلك هي حرب ذاكرة في المقام الأول، حرب الحفاظ على الهوية عبر الذاكرة عبر التوثيق كما تفضل. وبالتالي هي مهمة ليست يسيرة، ولكنها ربما نلام ونعاتب إن لم نفعلها من أجيالنا القادمة. عشان هيك كان في مبادرة نكتب لنحيا، نحيا بالذاكرة بالحرف بالكلمة وفي كل تفاصيل حياتنا. حدثنا عن هاي المبادرة وقديش ساهمت في الثقافة الفلسطينية. يعني نكتب لنحيا كانت مبادرة أطلقت من عدد من الكتاب الفلسطينيين والمصريين من أجل تحويل النصوص الإبداعية التي تكتب في المخيمات في مخيمات الشتات، لأن نستكشف هذه النصوص ونوزعها في الصحافة المصرية بالمقام الأول، وكان لدينا شركاء الحقيقة من مصر عملوا على هذا، ومن ثم من طور هذه الفكرة هو الراحل العظيم الفنان نور الشريف الذي اقترح أن النصوص المختارة والمنتخبة والقادرة على أن تكون يعني تصور سينمائيا عبر 16 ملي أفلام 16 ملي منخفضة التكلفة، وتحويل هذا النص بين ليلة وضحاها من أن يكون في مخيم للاجئين إلى أن يصبح فيلما سينمائيا أو وثائقيا يعرض في عاصمة مثل القاهرة أو في مكان مثل دار الإبرة المصرية. فوجئنا بكم النصوص التي وردتنا ونشرنا العديد من هذه النصوص في الصحف المصرية، ومن ثم ربما لم يمهل القدر الفنان الكبير نور الشريف ليرى هذه الأعمال على الشاشة، ولكن نحن نحاول أن نحقق هذه الرغبة والأمنية التي تمناها والتي الحقيقة لا تصدر إلا من فنان كبير بحجم نور الشريف. نعم يعني هي طرق أيضا مهمة للتوثيق. يعني برأيك وأنت روائي، ما هي أفضل الطرق لتوثيق هذا التاريخ من أجل الجيل الجديد ودور الأهل دائما حتى في المناهج التعليمية؟ هناك أحيانا بعض الموروثات وبعض القصص التي تختلق لديهم، كيف نواجه بشكل مباشر وبشكل حاد هذه الطرق حتى من أجل الجيل الجديد من أجل الأطفال الآن؟ أعتقد أن التلقين المباشر مثل التعليم على سبيل المثال ربما ليس هو الطريقة الأفضل في هذا العالم المفتوح في هذه الفضاءات المفتوحة. ربما على سبيل المثال الآن في أوروبا هناك الستوري تيلينج أو الحكي، هذا تجربة أثبتت نجاعتها إلى حد كبير. هي
ورشات للحكي تتم، استخدام التكنولوجيا كما تفضلت أنت منذ قليل هي أحد أهم هذه الأساليب، ولكن يعني التلقين المباشر لم يكن هو الوسيلة الأكثر نجاعة، لذلك لجأنا إلى أكثر من وسيلة غير نمطية وغير تقليدية، ربما أهمها كما قلت لحضراتكم هو الستوري تيلينج. نعم، أو تصل بشكل مباشر. نعم، والاستماع أيضا هو هي الفكرة، هو في جزء إنساني لا يقبل دائما التلقين المباشر، ولكن التشارك في الحكي هو الحل ربما. سؤالي هنا الحقيقة يعني، وأنا أشاهد ونتابع كل ما يدور، يعني أحيانا أسأل ما هي الفكرة اللي ممكن يعني تولد من جديد من خلال عمل عربي مشترك حتى وإن كان بالفن، الفن أبقى أحيانا. يعني أعتقد أن برنامج بيت للكل هو نموذج الحقيقة لهذا العمل الذي من الممكن أن يولد. لو طبقت هذه التجربة الناجحة جدا في الدراما العربية، أعتقد أننا سنصل إلى نتائج مهمة، وبالتالي يعني هذه النموذج الناجح للغاية في بيت للكل ربما تحويله إلى فكرة يعني ممكن أن تطبق دراميا، سينمائيا، فنيا، إبداعيا، روائيا، أدبيا، ثقافيا، ربما هي أعتقد أن الفكرة دي طرحت في البرنامج أكثر من مرة، يعني باقي أن يتم يعني التبني لها، يعني نتمنى ذلك الحقيقة، وربما الآن هناك ضرورة قصوى لها. يعني الفن في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها جميعا، ولا أتحدث عن فلسطين فحسب، أتحدث عن منعطفات تمر بها معظم العواصم العربية، وبالتالي الفن ليس ترفا والثقافة ليست ترفا، هي أداة نجاة، هي حقيقة قد تكون الوسيلة الأهم والأكثر نجاعة والتي ستبقى للسنوات القادمة. أستاذ ناجي، اليوم المتغيرات اللي حصلت بالوطن العربي بصورة عامة على كل البلدان على كل الأصعدة تغيرت كثير من المفاهيم اللي عندنا بحجة بأن هذا التطور الحداثة الغرب، هل حاول الغرب اليوم ترويض الشعوب العربية على ثقافات مغايرة لثقافاتها العربية على تاريخها؟ هل تحاول أن تسلخ الفرد العربي من عاداته وتقاليده بشكل عام؟ لا شك هو الموضوع مش فقط عادات وتقاليد، لكن هي فكرة التغريب حقيقة، هي فكرة موجودة. يعني أنا لست مع نظرية المؤامرة، ولكن هي أحد الأثمان التي ندفعها نتيجة هذه العولمة، أنك تجد أشياء لا تشبه ما تربيت عليه، يعني تخترق هذا المجتمع شئنا ما بينه، وهذا له رديف أيضا. يعني عندما يكون هناك هذا التداخل موجود هناك رديف، لابد يعني عندما يكون هناك معطى لابد أن تنتظر النتائج، وبناء عليه ربما في هذا الوقت لابد أن نكون على يقظة كبيرة من هذا الموضوع. هناك محاولات دخول بمفاهيم جديدة، وأيضا ربما ليس الحل هو التطرف في الجهة الأخرى، هنا هي مساحة لابد من الاندماج مع هذا العالم المفتوح، ولكن الحفاظ على خصائص هذه المنطقة، على عاداتها، على تقاليدها، بما لا يتنافى طبعا مع الحداثة ومتطلباتها، أعتقد أنه معادلة صعبة وليست يسيرة، ولكن لابد من التعامل معها ضمن هذا الإطار. أنا بس بدي أسأل سؤال قبل الختام أستاذ ناجي، وصية المثقف والأديب والدبلوماسي والفلسطيني اليوم للوطن العربي؟ وصية كل مثقف ربما هو الذود عن الذاكرة، الحفاظ على الذاكرة، الحفاظ على الهوية العربية، اليقين بأن في هذا العالم الذي مبني على التكتلات بكل تفاصيلها، نحن لدينا وحدة جغرافيا، ولدينا شعوب لها وحدة ماضي وتاريخ، وبالحتما سيكون لها وحدة مستقبل، لابد أن يكون هناك يقين عند كافة هذه الشعوب والأجيال القادمة، لأن هذا الوطن العربي لابد أن يكون يدا واحدة في عالم متغير بسرعة كبيرة، عالم يتجه إلى اليمين المتطرف، عالم يتجه إلى الشراسة في كافة تفاصيله، هذا الوطن العربي لابد أن يكون يعني لابد أن يحنو على بعضه، وأن يكون قانعا بأن هكذا حتى العلوم السياسية التي تدرس هو زمن التكتلات، فما بالك عندما يكون هذه الخواسم المشتركة كبيرة بين هذه الشعوب وهذه الدول. أعتقد أن لنا تاريخ مشترك، وبالتالي سيكون لنا مستقبل مشترك ومصير مشترك، لن يبنى سوى بأن تكون أيادينا متشابهة. الكاتب والروائي ناجي الناجي والدبلوماسي يعني العميق
بشكر حضرتك شكرا جزيلا على اللقاء امتعتنا فيه، وان شاء الله نستمتع برواياتك كمان يعني، لانه شكراً. الكتابه ابقى دائما يعني. اشكرك شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا لاستاذ احمد استاذ ابراهيم واستاذ ياسمين، يعني كان لقاء حميما للغايه الحقيقه، واعتقد انني سعيد بان اتواجد بهذا البرنامج النموذج، والذي اتمنى ان يكون نواه للعديد من الاعمال العربيه المشتركه باذن الله. واكيد بشكر كل الزملاء الاعزاء بكل ما تحدثوا فيه. أذكركم فقط بأننا في مارس كنا في العراق، كنا في شارع المتنبي، وكنا نحتفي مع أهل العراق بأن يعود هذا الشارع بعد الأرواح والشهداء التي دفعت من أجل أن تبقى العراق قوية شامخة وتتثقف من جديد في شارع المتنبي. كنا في بيت للكل أيضا في الأردن، وشاهدنا أيضا يوم الشهيد، وعشنا معهم حكايات مسجلة بالصوت والصورة. وأكيد كنا في فلسطين في كل بلدة وفي كل مكان، كنا نسطر كلمة ورقي وحرية ورؤية للشهيد الفلسطيني. في مصر في مارس كنا معكم في يوم الشهيد، نحتفي ونحتفل بشهدائنا المصريين الذين سطروا أغلى الكلمات من أجل أن تبقى مصر دائما حرة.